السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتتجدد التحية بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم عبر قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت. يسعدنا أن نكون معكم ونلقاكم مرة أخرى في برنامجكم اليومي ما بين السطور، حيث المواضيع المتنوعة الخاصة لهذا اليوم. ولكن قبل الدخول في صفحاتنا المحلية دعونا نتوقف قليلا مع أبرز العناوين. وبدأ من الجريدة الجهراء، يوقف العربي ويواصل التقدم في الممتاز. وأما الأنباء، البرتغالي يعفي أوليفيرا من مهام عمله ويكلف العسعوسي. وأما السياسة، مواجهة نارية بين يد الكويت والعربي. وأخيرا وليس آخرا، سلت من الرأي سلت كاظمة سعي للتعويض أمام الجهراء. أهلا بكم من جديد. قبل التعمق في صحفنا المحلية أكثر، سيكون معنا في الاستوديو ضيفنا وضيفكم الناقد الرياضي يحيى الحميدان للتعليق على هذه الأخبار. يحيى أهلا وسهلا فيك، ونقول يعني بداية أسبوع سعيد إن شاء الله. الله يخليك يا أبو حسن، إن شاء الله نتمنى أسبوع سعيد على الكل، شهر سعيد إن شاء الله، إحنا بداية شهر جديد إن شاء الله يكون كل أخبار حلوة للرياضة للكويت بشكل عام. سعيد في التواجد معك، وإن شاء الله نكون إضافة في حلقة اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أنا أود أن أنوه مشاهدين الكرام عن منتخبنا الوطني للأشبال والناشئين لسلاح المبارزة أو سلاح الشيش، الله يعطيهم العافية، أتوا بنتائج في الأمس جدا يعني جميلة، فضية أشبال فرق في سلاح السابر، وأيضا برونزية أشبال في فرق الإبيه. طبعا اللاعبين هم علي الفضلي وعيسى طالبي، حلو هيب، حسين علي، مهدي، طبعا أيضا سلطان مال الله ويوسف عباس وعبد الله منصور لاعبي الإبيه. طبعا واضح مشاهدين الكرام أن المشاركة كانت من 35 دولة، طبعا هي بطولة آسيا للمبارزة أقيمت في عمان الأردن، 35 دولة، 700 لاعب ولاعبة، يعني الله يعطيهم العافية. منتخبنا لسلاح الشيش أو سلاح المبارزة قواهم الله، وحتى هذا الاتحاد والمدرب الشملان أيضا لا ننسى، الله يعطيهم العافية على هذا المجهود. عموما نبدأ جولتنا المحلية مع العنوان: الجهراء يوقف العربي ويواصل التقدم في الممتاز. حقق فريق الجهراء لكرة القدم الفوز على العربية 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما أمس على استاد مبارك العيار في الجولة 15 من منافسات الدوري الممتاز، وعزز الجهراء حظوظه في البقاء بين الكبار برصيد 11 نقطة في المركز السابع، بينما استمر الأخضر في المركز الرابع برصيد 23 نقطة. يعني ما شاء الله الجهراء حقق فوز يحيى مستحق على العربي في الجولة 15، هل يعد فوز الجهراء مفاجأة؟ بالنسبة لي أبو حسن ما أشوف أنه مفاجأة صراحة، يعني قياسا على المباريات الأخيرة قاعد نشوف أن الجهراء قدم مباريات كبيرة، يعني حقق 3 انتصارات 9 نقاط، يعني فاز على السالمية، السالمية الخسارة الوحيدة لا، فاز على الشباب، شباب منافسه على الهبوط وكان يسعى للفوز، فاز على العرب. أنا أعتقد أن صراحة الجهرة يعني في ثورة في الجهرة بعد الانتقالات الشتوية، يعني لا تنسى بعد التعاقد يعني مع المحترف الأسترالي أولسون، مع اللاعب الأسباني ديمبلي، يعني قاعد نشوف أن في تطور في المستوى صراحة. خط الهجوم بالنسبة للجهرة صراحة يعني خط هجوم ناري، يعني ثلاثي كونوا مع دينجر الكاميروني صراحة، يعني ثلاثي خطير جدا، وثلاثي صراحة من الصعوبة إيقافه حتى على
الفرق الكبيره، بس يعني لفت انتباهي انه يعني عزز فرص. انا اعتقد ان تو الناس يعني على المساله هذه، يعني انت كل الفرق الاربع اللي تنافس على الهبوط يعني بينهم نقطه اعتقد، يعني الحين عنده مباراه اقل. نعم. اي يعني فما تدري كل جوله ممكن الاحداث تتغير. صحيح. ولا تنسى ان الفرق الاربع راح تلاقى مع بعض، فراح يعني يصير مباريات كسر عظم. اي طبعا، وفي مع الفرق الكبيره. ف انا اشوف تو الناس يعني هذه الانتصارات ما تعني ان بغاء الجهره في الدوري الممتاز. طيب انت يعني تلاحظ معاي الجهره دائما ياتي بمحترفين صح. صح صراحه اختيارات الجهره دائما صح. هل هو متعهد ام هناك نظره للاداره؟ يعني حسب انهم يتعاملون مع متعهد معين يعني في حد ذاته، يعني هو اللي جاب لهم اكثر من لاعب في السنوات الاخيره، ويقعدون موسم وتلقاهم على طول صح. على الانديه الثانيه. انا يعني ابرز لاعب الحين اشوفه في الفتره الاخيره يعني محترف هو اللاعب الاسترالي اولسون. يعني اولسون ترى خضع للتجربه، يعني ما عنده هذا السي في الكبير، وحتى يعني ديمبلي لاعب جنسيته اسبانيه، يعني تم التعاقد معاه في اخر اللحظات على الفيديو، يعني ما يعني بعد ما سجلوا وصل الكويت. فانا اشوف ان الاختيار يعني من كابتن احمد عبد الكريم كان موفق، يعني نظرته ما شاء الله يعني حلوه. بصراحه انا اشوفه من ابرز الاشياء اللي سووا فارق في الجهره، يعني بغض النظر يعني ما نبي ننسى دور الاداره صراحه والمدرب كان لهم دور كبير في الفتره الاخيره. يعني بعد نهايه القسم الاول وبعد يعني مباراتين اعتقد من القسم الثاني كان الجهر عنده نقطتين، حاليا يعني ما شاء الله 11 نقطه، ففي قفزه كبيره يعني. نعم. في قفزه كبيره. نعم. في الجهره تحسب لهم ويسجل هذا الشيء لهم. يعني يحيى ايضا لنكون واقعيين اكثر، هو مو غريب على الجهره، بالعكس الغريب ان الجهره يكون مستواه متواضع على هذه المحافظه وكم من المواهب، ولكن مثل ما تفضلت هي امور خاضعه لعوامل اخرى. لكن نجي حق العربي يحيى، العربي شنو المشكله في مستواه المتذبذب؟ يعني مره نشوف العربي في مباريات تاتي لها تشوف العربي توب مع انه من غير محترفين، وتقول صراحه هذا اللاعبين حق الموسم الجاي مع الخمسه المحترفين راح يعملون فارق. شوف انا قلتها قبل هنا، يمكن صراحه العربي ما عنده كم اللاعبين اللي يخلي الفريق يعني يلعب برتم عالي على طول. يعني بصراحه حتى في بعض اللاعبين في هبوط في مستواهم، يعني مثل علي مقصيد في هبوط في مستوى، في بعض اللاعبين يعني في هبوط في مستوى، في يعني في بعض الشباب صراحه مثل اللاعبين الشباب انا اشوف انه ما قاعد يقدمون الاضافه، يعني ما هم الاسماء اللي تقدر تعول عليها في المستقبل. يعني وكان فرصه للاعبين الشباب في هذا الموسم بغياب المحترفين بغياب التعاقدات المحليه ان يبينون امكانياتهم، لكن هذا الشيء ما صار. انا بصراحه يعني اشوف ان العربي امس استحق الهزيمه، يعني كان ممكن النتيجه تكون اكبر اكثر بقى. اي وهذا ما يمنع انه يعني يعني العربي حاول نوعا ما لكن ما توفق بسبب استبسال يعني دفاع الجهره، حارس الجهره بندر سليمان لعب يعني مباراه كبيره. بس انا من وجهه نظري ان الخساره يعني بالنسبه لي لو سالني قبل المباراه اقول لك متوقع، لان على تشوف الورق صراحه الجهره الورق الجهره جهره وايد افضل، المحترفين مسوين. نعم. شغل اللاعبين المحليين مسوين شغل. عموما نذهب الى جريدتكم القراء الانباء والخبر التالي: فوز البرتغالي يعفي اوليفيرا من مهام عمله ويكلف العسعوسي. قرر مجلس إدارة نادي كاظمة إعفاء مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي توني أوليفيرا من مهام عمله وتكليف مساعده المدرب الوطني عبد الحميد العسعوسي ليقوم بمهامه من جانبه. قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة يوسف كاظم عقب خسارة فريقه أمام السالمية 3-0 في الجولة 15 من دوري فيفا الممتاز أن الفريق حاول من الشوط الأول تحقيق الفوز وسعى لتقديم كل ما لديه، لكن المنافس السلمية وهو فريق يستحق الاحترام تمكن من استغلال الفرص والأخطاء التي ارتكبها لاعبونا في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف. هل الخسارة من السلمية هي السبب الرئيسي لإقالة أوليفيرا مدرب كاظمة أم هي احد الاسباب يحيى؟ انا اشوف ان السبب الرئيسي يعني كان صراحه نعتقد ان الاداره صبروا كثير على المدرب، لكن بصراحه ابو حسن خلينا نتكلم بصراحه شوي. انا صراحه المدرب ما يتحمل بروحه، يعني طبعًا. انا صراحه احمل جزء كبير من المسؤوليه للاعبين، يعني ما قاعد يطلع مستواهم المعهود. يعني شفنا مباراه السالميه صراحه كاظمة كان عادي جدا، يعني ما قدم اي شيء يثبت انه يبي يفوز. يعني خروج محترف المدافع الاوغندي يعني صراحه سبب ربكه في الفريق، يعني ما في البديل اللي يقدر يعوض. يعني اشوف انا بصراحه اشوف ان اداره كاظمة ما قصرت صراحه، يعني في الصيف اعتقد 13 لاعب محلي 13 لاعب كويتي وقعوا معاهم في الصيف. هذا يعني ضيف عليه الى جانب الفريق طبعا، يعني تعزيز الصفوف تعزيز الدكه.
لا تنسى المحترفين في الانتقالات الشتويه بدلوا محترفين اثنين يعني من ضمنهم كمارا ولاعب خبره. فانا اشوف انه بصراحه يعني المسؤوليه هم على عاتق اللاعبين، يعني لابد انه يصحون، لابد انه يقدمون شيء لنادي كاظمه. وبس انا طبعا. يعني في شغله انا احس كاظمه صراحه ينقصها لاعبين الخبره يعني يعني نفس ما تقول بدر مساعد ندى في الدفاع، بدر في الهجوم، يعني ناس شويه كبار عندهم خبره. الفريق يحتاج واحد يمسك رتم في المباراه يعني يمسك رتم في اللعب. بصراحه كاظمه لاعبين موهوبين يعني احنا ما نشكك فيه، لكن هذا حد امكانياته يفتقدون الى الخبره. هذا حد امكانياته. انت مع القرار اللي قاله ام ضد؟ يعني لو انت مكان اداره نادي كاظمه بصراحه انا اشوف ان الوقت يعني غير مناسب جدا. يعني انت باقي 3 مباريات على الدوري، ليش كاس الامير يعني خروج المغلوب يعني ممكن يسوي شيء. فلكن انا اعتقد ان الاداره يبون رده فعل من جانب اللاعبين. يعني الكابتن العسعوسي مو غريب على اللاعبين، اعتقد دربهم في المراحل السنيه فعارف اللاعبين عدل. انا اشوف ان يبون رده فعل من اللاعبين في يعني في كاس الامير، يعني راح يلعبون مباراه في الدوري بعدها يدش الفريق في كاس الامير. انا اشوف ان يبون رده فعل في كاس الامير من اللاعبين. يعني طبعا نمسي بالخير على الكابتن عبد الحميد العسعوسي وياما جمعتنا ايام مثل ما يقولون. نواصل اخبارنا المحليه ونتحول لجريده السياسه، حيث جاء فيها مواجهه ناريه بين يد الكويت والعربي، تتجه انظار وعشاق جماهير كره اليد اليوم لصاله الشهيد فهد الاحمد لمتابعه لقاء قمه الجوله الثانيه للدوري الممتاز بين العميد متصدر ترتيب الفرق ب5 نقاط والعربي الثاني ب3 نقاط في 5 مساء، يليه في 6:30 مباراة برقان والسالمية وكلاهما دون رصيد. وتعود أهمية قمة الأبيض والأخضر لكون العميد حامل اللقب منهيا الدمج بالمركز الأول ويملك أفضل كتيبة من اللاعبين على المستوى المحليين ويسعى إلى تأمين الصدارة قبل أن يغادر إلى معسكر الدوحة يوم الجمعة المقبل بعد ختام الجولة قبل الأخيرة من ذهاب الممتاز. طبعا الكويت في مواجهة العربي بالجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز لكرة اليد. قبل أن نروح للسؤال نتمنى ونسأل الله عز وجل أن يعني يهدي الجماهير وتشوف مباراة جميلة ولا نشوف فيها أي يعني مشاجرات. نتمنى من أيضا الأمن ووزارة الداخلية حضورهم لكي لا تتكرر هذه الحوادث المأساوية. عموما يحيى حميدان، توقعاتك من حيث الحضور الجماهيري وكذلك نتيجة اللقاء؟ أنا أشوف أن الحضور يعني راح يكون صراحة غير مسبوق، وأنت سبقتني أبو حسن في نقطة أن التهدئة. صراحة إحنا نبي تهدئة من جمهور العرب الكويت، يعني صراحة شفنا مبارياتهم الأخيرة في جميع الألعاب في مشاحنات بين الجمهورين. يعني أنا صراحة أتمنى من الطرفين أن الهدوء، يعني إدارات إدارتين النادي يعني أتمنى منهم أن تهدئة الجماهير، يعني يكلمون الرابطة للتهدئة. أنا أشوف أن الحضور يعني صراحة أشوف أنه راح يكون غير مسبوق. هذا الشيء يحتاج يعني تشديد الامن نوعا ما، يعني التفتيش الجمهور، يعني ما نبي آلات حاده او ما يعني حسب ما سمعنا. فبصراحه يعني الجمهور من الصعب السيطره عليه، يعني انا يعني ما تدري شنو العقليات بعض المشجعين اللي يروحون الملعب ويتهاوشون. صراحه احنا نتمنى ان يكون الهدوء مطلوب. انا صراحه اشوف ان المباراه راح تكون يعني ممتازه، يعني قياسا على يعني اربع ايام وفي تحفيز جماهيري يعني قاعد نشوف في من نادي الكويت ومن نادي العربي. فأنا أشوف أن الصالة اليوم أعتقد أنه ما راح تكفي يعني الجمهورين. هذا الشيء يعني إحنا نتمنى يعني صالة صغيرة يعني صحيح. نتمنى تكون صالة أكبر. هي على صالة الشهيد فهد الأحمد. صالة الشهيد فهد الأحمد. نتمنى أن يكون صالة أكبر يعني تشيل هذه الجماهير، تسهل مهمة الأمن. يعني أنت تدري الصالة صغيرة، فإذا كسموا يعني المدرج فراح يكون عدد قليل يعني. صحيح. يعني هذا الشيء صراحة يسبب مشاكل الأمن. أعتقد أن الصالة تحتاج يعني تغيير رجال الأمن. طيب إحنا ما نشكك فيهم صراحة يعني، ودائما يعني لا أنا قصدي الكثرة العددية لرجال الأمن أتوقع مطلوبة صراحة. أنا اللي أشوفه يعني في مباريات القدم، في مباريات الأخيرة اللي كانوا مباراتين وراء بعض فحصلت مشاحنات بينهم. أنا يعني بصراحة الأمور هذه ما ودنا تتطور أكثر. يعني نتيجة اللقاء شوف بصراحة على الورق كل شيء يقول لك الكويت أفضل بمراحل، يعني لاعبين أساسيين، لاعبين احتياط، حتى اللاعبين المدرج استقرار، يعني المدرب الكابتن سعيد حجازي. الفريق آخر 5 مواسم بطل دوري وكاس نادي الكويت.
انا اشوف انه يعني بصراحه العربي ممكن مع التحفيز الجماهيري ممكن يعني يضايق ممكن يضايق نادي الكويت لاخر المراحل يعني. وصراحه انا يعجبني مستوى حارس النادي العربي يعني كره اليد الكابتن مهدي خان صراحه كان علامة مميزة في المباراة الأخيرة مع كاظمة يعني كان سبب رئيسي للفوز في الفوز العربي على كاظمة يعني حماية مرمى بجانب صراحة الجمهور اللي كان له دور كبير جمهور العربي في المباراة حلو. كل شيء يقول أن الكويت أفضل أعتقد أن يعني المباراة صعبة جدا على العرب يعني وخاض أيضا بطولة طبعا البطولة العربية تو وصل يعني واضح وصل دور الثمانية عنده بطولة آسيوية حالا ففريق صراحة خبرة يعني لاعبين دوليين عنده يعني احنا أنا أضم صوتي لصوت أخوي يحيى الحميدان ولكل أصوات يعني أهل الكويت والشارع الرياضي يا أخوان ما له داعي هذه الآلات ما له داعي هذه النية نجي نطالع نشوف مباراة نستانس هذا يفوز ذاك يفوز كلهم كويتيين في الأخير كلهم أندية كويتية وكلهم عيالنا فإن شاء الله أتمنى من جميع الجماهير يا جماعة روحوا المباراة واستمتعوا بس في نقطة أبو حسن تفضل. يعني قبل ترى يعني ممكن تتذكر والكل يتذكر ما كان في تقسيم الجمهور يعني في المدرج صحيح ما يعني هذا الشيء ما قمنا نشوفه إلا في المواسم الأخيرة يعني إيه؟ قبل الجمهور ترى قادسية عربي الكويت كلهم يقعدون مع بعض وممكن يتعايون ومعايات وعادي يتعايون وما في أي كل شيء كل حبية هذا نعم. الشيء احنا نتمنى أنه يتغير نعم هذا يعني أهل الكويت ما جيبوا له عليه أكيد لا شك. عموما نذهب إلى آخر أخبارنا المحلية وهي عبر صحيفة الراي حيث جاء فيها سلة كاظمة سعى للتعويض أمام الجهراء يسعى كاظمة إلى التعويض عندما يخوض مواجهة قوية أمام الجهراء في الساعة 6:30 مساء اليوم على صالة الأول في أبرز مباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة السلة ويدخل البرتغالي المباراة وفي جعبته نقطة واحدة جراء خسارته أمام القادسية بفارق 7 نقاط 79-72 أول من أمس في انطلاق الدوري الممتاز من جهته يخوض الجهراء بقيادة المدرب الصربي زوران كريكوفيتش المباراة منتشيا بحسمه المواجهة أمام القرين اللي صالحه بفارق كبير 68-53 ضمن الجولة الأولى أول من أمس حاصدا أول نقطتين في مشوار الصراع على اللقب. كاظمة والجهراء في أبرز مواجهات المرحلة الثانية للدوري الممتاز لكرة السلة مدى أهمية هذه المباراة للطرفين كونهم صراحة فريقين ممتازين صراحة ممتازين صح الفريقين صراحة عندهم طموحات دائمة يعني في الموسم هذا المواسم الأخيرة في المنافسة على الألقاب يعني كاظمة ابتعد فترة طويلة على الألقاب الجهراء الموسم اللي فات فاز في درع السلة فأنا أشوف إنه صراحة يعني الفريقين إداراتين الناديين يعني المدربين دائما يسعون للبطولات أنا أشوف إن المباراة اليوم مهمة يعني للفريقين يعني اللي يبي ينافس على المركز الأول لابد إنه يحسم هذه المباريات اللي تكون في الجولات الأولى أنا أشوف صراحة يعني الجهرة فيه لاعبين عائدين لصفوفه يعني مثل كابتن نايف الصندلي تركي حمود يعني عائدين للفريق في هذه المباراة اليوم أنا أشوف أن ممكن حظوظ الجهراء أكبر نوعا ما يعني قاعد نشوف كاظمة في الخمس مباريات الأخيرة متقدم في النتيجة طول المباراة إلا آخر 5 دقائق في الخمس مباريات الأخيرة يعني قاعد يخسر الفريق في يعني بسبب أنا أشوف أن ضعف اللياقة وعدم وجود دكة متميزة في يعني عند كاظمة فأنا أشوف أن بصراحة كفة الجهراء أرجح نوعا ما أرجح كاظمة يحتاج يعني معالجة هذا الخل يعني في آخر 5 مباريات تخسر يعني أنت تكون متقدم وفي آخر 5 دقائق تخسر وهذا الشيء علامة استفهام كبيرة على يعني مستوى اللياقة على يعني مستوى اللاعبين وتوزيعهم لمجهودهم في صح. طوال يعني الدقائق 40 صحيح. أنا أشوف كاظمة صراحة من الفرق يعني الفريق الوحيد أعتقد اللي ما عزز صفوفه في الصيف يعني ما وقع مع أي لاعب فهذا الشيء يعني أنا أشوف سبب هذا الشيء يعني كان مفروض إنه تعزيز اللاعبين يعني في لاعبين كبار في العمر الدكة تحتاج لاعبين صغار نوعا ما أكيد. لتغيير المجريات أكيد هو أنا أيضا أعتبره من
يعني المباراه اعتبرها كانها نهائي مبكر او ايضا ديربي مثل طبعًا ما النهائي بس القادسيه والكويت ايضا دائما نرى كاظمه والجهراء ايضا لديهم هذه دائما عندهم طموحات في كره السله يعني كاظمه عموما والجهراء. يحيى الحميدان الصحفي الرياضي والاعلام الرياضي من جريده الانباء شكرا لك والله يعطيك العافيه. انت اللي مشكور والله يعطيك العافيه اخوي ابو حسن سعيد اني كنت معاك اليوم الله يسعدك وان شاء الله ان اضفنا شيء في حلقه اليوم. انت دائما اضافه يعني مشكور حبيبي ابو حسن. بعد الانتهاء من جولتنا المحلية لهذا اليوم نذهب لفاصل قبل البدء باستطلاع الصحف العربية وأبرز العناوين. هاي القهوة الراية خطوة سداوية كبيرة نحو درع الدوري. أما الرياضية حمراء أوراوا تغيب سالم أمام العين أو تغيب سالم أمام العين. أخبار الخليج بثلاثية نظيفة النجمة يتغلب على المالكية. أهلا بكم من جديد. أولى صحفنا العربية ستكون الراية القطرية وقد جاء فيها العنوان خطوة سداوية كبيرة نحو درع الدوري. أثبت الزعيم من جديد أنه فريق لا حل لمواجهته هذا الموسم ولا قدرة لأي فريق على الصمود أمامه باستثناء الدحيل والذي سقط بدوره أمامه في القسم الأول. أطاح الزعيم بالكبار والصغار وبعد أن اكتسح الخور في الجولة 16 بالسداسية ثم الريان بالرباعية بالجولة الماضية جاء في الجولة الأخيرة وحقق نتيجة قاسية وعريضة على قطر بثمانية أهداف لهدف. صحيفتنا الثانية ستكون الرياضية السعودية وقد عنونت الآتي حمراء أوراوا تغيب سالم أمام العين. تلقت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم سالم الدوسري في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال آسيا 2019. وجاء خطاب الاتحاد الآسيوي ردا على استفسار إدارة النادي العاصمي عن عقوبة اللاعب سالم إثر تلقيه بطاقة حمراء في آخر مباراة خاضها مع الفريق في نهائي البطولة عام 2017. وأما أخبار الخليج البحرينية فقد جاء فيها بثلاثية نظيفة النجم يتغلب على المالكية. نجح النجم أمس في إضافة ثلاث نقاط مهمة لرصيده في دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بعد أن تغلب على المالكية بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد خليفة لحساب الجولة الثالثة التي انطلقت أمس وتختتم اليوم. وسجل الأهداف الثلاثة كل من إبراهيم حبيب وإيمانويل ورفع برصيده الشخصي إلى 11 هدفاً وصار رصيد النجمة من النقاط 24 نقطة وبقى المالكية على 12 نقطة. اتصال ان شاء الله يكون جاهز الاتصال مع الصحفي الإعلامي البحريني بجريدة الأيام البحرينية السيد محمد بحر. مساك الله بالخير أستاذ محمد، نرحب فيك في برنامجك ما بين السطور، رؤيتك لمباريات الجولة الثالثة للدوري الممتاز البحريني. مرحبا مرحبا أخوي فريد، أمسي عليك ومسي على المشاهدين. الله يسلمك. الله يسلمك. اليوم يعني الجولة 12 من دوري سمو الشيخ ناصر بن حامد الممتاز لكرة القدم. نعم. مباريات مثيرة يوم أمس. يعني مباراة اللي هو النجمة كان النجمة مع يلعب مع اللي هو الرفاع والمالكية عفوا قدر أن يكسب مباراة الاستحقاق. هذه المباراة ميزت بالحماس وكان عندنا مباراة ثانية اللي هو مباراة المنامة مع الرفاع الشرقي. المنامة قدر يقلب المباراة الطاولة يقلب الطاولة على الرفاع الشرقي وتصدر الدوري مؤقتا على أساس أن الرفاع اللي هو الرفاع الغربي
عنده مبارتين مجيتين بالإضافة لمباراة اليوم. فالدوري ما شاء الله يعني في الجولة 12 يعني مثل ما نقول مولع. طيب وإذا هناك نتكلم عن ثلاث نقاط المهمة للنجمة، تعليقك على أداء النجمة يوم أمس، ويعني سر يعني الثلاثية هذه. مباراة النجمة الملكية يمكن قلنا الفريق الملكية في هذا الموسم تمام الدرب. النجمة يتطلع إلى أنه يحسن المركز الحالي أنه في المركز الثالث، يحاول يوصل لمركز كذا. كان سلامس اللي هو الخط الهجوم الماتش بقيادة النجمة بقيادة علي مدن يعني في القمة، جدا أنه يقطع فرص الدفنة سجل ثلاثي قطر. كان أداء النجمة متماسك من حق الدفاع الوسط الى الهجوم. السيد الاعلامي محمد بحر من مملكه البحرين، شكرا لك على هذه الاضافه. عموما مشاهدينا الكرام، نذهب الى صحفنا العالميه بعد ان انتهت المحليه والعربيه وابرز العناوين العالميه. وبدءا مع الماركا، البارسا ينتزع رقما تاريخيا في الكلاسيكو. مرورا بالديلي ستار، انجاز غير مسبوق للبلجيكي في البريمير ليج. وأما الكورييري اللومباردي يستعيد إنجازا غائبا منذ 5 سنوات. تنطلق جولتنا العالمية من صحيفة الماركا، البارسا ينتزع رقما تاريخيا في الكلاسيكو. حقق برشلونة رقما مميزا بعد الانتصار في الكلاسيكو على الغريم التقليدي ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الأسباني. ووفقا لشبكة سكواكا للإحصائيات، فإن برشلونة فاز لأول مرة في تاريخه بأربع مباريات كلاسيكو متتالية على ريال مدريد في بطولة الليغا، وسجل البلوغرانا 11 هدفا خلال هذه المباريات. حمل كلاسيكو الدور الأول منها 5 أهداف بمفرده، بينما استقبل هدفين فقط من المرينجي. وواصل البارسا التلاعب بأرقام الكلاسيكو وقلب موازين القوة في الصراع الأزلي بعد بعدم تجاوز الغريم الملكي في عدد الانتصارات بين الفريقين برصيد 96 انتصارا بفارق فوز وحيد أمام ريال. طبعا نبارك لعشاق البرشا، يعني فوز البرشا البارح في ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، طبعا في الدوري الليغا. واضح هناك الكثير من الامتعاض في الشارع المدريدي من إدارة ريال مدريد وعلى رأسهم بيريز رئيس النادي عن يعني تنازله عن كريستيانو رونالدو والدون بهذه السهولة وعدم تعويض مكانه، وهذا ما يعانيه، هذا هو الشارع المدريدي ما يقول. بينما واضح كان تفوق برشلونة، والبعض أيضا أشار إلى أن مع الأسف الكلاسيكو كان لديه ميزة خاصة عندما كان كريستيانو رونالدو في ريال مدريد وميسي في برشلونة، يعني هو تحدي على مستوى اللاعبين النجمين الأسطورتين يعني في العالم حاليا وبين الناديين تاريخيا، لذلك كان أيضا كلاسيكو من نوع آخر، وهذا أيضا فقد بريقه كما يقال. ورأينا بالأمس أيضا ميسي لم يكن ميسي الشعلة، نراه يلعب على الواقف مثل ما يقولون. عموما جود لك للبرشا وهارد لك لمدريد. اما صحيفه الديلي ستار
انجاز غير مسبوق للبلجيكي في البريمير ليج، سجل روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد هدفين خلال الفوز الصعب على ساوثهامبتون 3-2 لحساب الجوله 29 من البريمير ليج. وفي هذا الصدد ذكرت شبكه سكواكر للاحصائيات ان لوكاكو سجل بذلك هدفين في مباراتين متتاليتين في الدوري الانجليزي الممتاز لاول مره في مسيرته، وكان الدوري البلجيكي قد احرز هدفين ايضا خلال الانتصار 3-1 على كريستال بالاس في المرحله 28. وتطرقت صحيفة كورييري إلى اللومباردي أيضا حيث يستعيد إنجازا غائبا منذ 5 سنوات. ارتقى ميلان إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي بعدما تغلب على ضيفه ساسولو 1-0 في الجولة 26 من الكالتشيو. وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن هذه أول مرة يصعد فيها ميلان للمركز الثالث في الدور الثاني من الكالتشيو منذ الجولة 38 من موسم 2013-2012. بينما أوضح موقع سكواكا أن هذه المرة الأولى منذ 2014 التي ينجح فيها اللومباردي بتحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية دون استقبال أي هدف بمرمى. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الختام، على أمل لقاء بكم في حلقة أخرى. نترككم في رعاية الله وحفظه، وفي أمان الله.